محتاجين للتعويض عن كل السنين. يعني الكتاب بيقول في سفر يوئيل: أعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد. طب السؤال، كيف الله بيعوض وعجلة الزمان لا ترجع إلى الوراء؟ ما راح ما ذهب قد ذهب، وسنين ضاعت سدى، وسنين ضاعت في الخطية، وسنين ضاعت في الفتور، وسنين ضاعت عم بكذب على الله وبكذب على الناس بقول إنه أنا مؤمن. سنين ضاعت وأنا عايش حياة مسيحية مزيفة بس مظاهر خارجية للتدين، من جوا مليان غضب، مليان كراهية، ومليان عدم محبة وعدم مسامحة. من جوا مش عم بحب الرب. اللي بحب الرب أحبائي بيضحي إلى أبعد الحدود. اللي بحب الرب بيطلع عن راحته. اللي بحب الرب بيعطي لعمل الرب. اللي بحب الرب بيثق في الرب، بيؤمن في الرب إنه إله حي موجود بيساعد وبعود. فإذا التعويض عادة مكتوب: ورد الرب سبي أيوب بعدما صلى لأصدقائه. فالتعويض عادة ضعفين أو أكثر. يعني إذا سنين راحت، 10 سنين ضاعت من عمرك، صدقني في 10 أيام الرب بعوض لك عن 10 سنين لما بتكون مليان بحضور الله. إذا أنت ممتلئ من الروح القدس، الروح القدس بيعمل في داخلك في 10 دقائق عن 10 سنين ضاعت في حياتك. هذا هو التعويض، إنه العجلة مش رح ترجع عجلة الزمن، لكن بزيد الضعف، بباركك مرتين أو أكثر عن كل الزمن الماضي. أحبائي أنا بدعوك إنك ما تضوعش الوقت. يقول الكتاب: لذلك استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أطلب الرب ما دام يوجد، أدعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إنما لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله، لأن ليس عند الله محاباة. هذا وأنكم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور لنسلك بلياقة كما في النهار. أحبائي عندما نرجع إلى الرب ترجع الحياة، بيرجع النور. تعرف أحبائي مكتوب: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. دعونا نرجع للرب حتى يسترد كل مسلوب من حياتنا، حتى يعوض عن كل السنين التعب والعناء والفشل، سنين الظلمة والشر والشقاء والبعد عن الله، حتى الرب يأتي علينا بالبركات، البركات المادية والبركات الروحية. أحبائي دعونا نرجع إلى الرب، نطلب الرب، نطلب وجه الرب، نلتمس قدرته، نطلب حضور الله في حياتنا حتى نشوف البركة ترجع إلى حياتنا، حتى يسترد كل شيء في حياتنا.